بص يا رباط، جلسة قضية حاجة الكون بتاعتك بعد يومين إن شاء الله. عايز أطمنك وأقول لك إن كل اللي بيحصل معاك ده بيطمني، لأني بتأكد إنهم خايفين منك. متكدبش عليكي، مفيش أدلة لكن في قرائن واضحة، ده معناه إنه مش هيخرج منها حتى لو أخد براءة. هيتعطلوا في الدوسيه بتاعه، والداخلية ساعتها هتراقبه من قريب قوي. وانت عارفة ان ليه الكلب ابن الكلب عمره ما هيتعدل، ده غير بقى ان ابوه سخن فاروقي سلطان، مش حاجة قليلة. كل عايز اقولهولك انك انت لما تقفي قدام القاضي تبقى بنت راجل. ايه مستغربة ليه؟ انت معودان على كده طول عمرك، بنت راجل ومدلع. لما تقفي قدام القاضي يا رباب لازم تقولي كل اللي قلتيه في النيابة هو هواه، يتقال في المحكمة. سيب بقى كل حاجة على ربنا ثم المحامي. أما بالنسبة لحضرتك الكومي فالموضوع بالنسبة لي بقى شخصي. سامحيني. حصل ايه في تقرير الطب الشرعي يا باشا؟ لسه ما جاش. اريحك يا باشا، سامحيني في إيه يا رباب؟ الناس دي خلاص يا باشا عملوا كل اللي هم عايزينه. الناس دي كسروا مناخير يا باشا، ومش النهارده بس، دول كسروها العمر كله. محدش يقدر يكسر مناخيرك، وراسك هتبقى فوق راس الكل. والتسجيلات يا باشا ما تبصلهاش. عمتي ما قالتش حاجة يا باشا، أنا حسيت وسمعتها وهي بتكلمك الصبح، ولما جيت على السلم طلعت وراك السطح وسمعت كل حاجة بنفسي. خلصت كلامك؟ لا لسه يا باشا. طب معلش يا رباب، اسمعيني وبعد كده اتكلمي زي ما انت عايزه. اتفضل يا باشا. التصوير اللي هم فاهمين ان هو دليل براءتهم، لا لا لا، ده دليل ادانتهم. لان يعني تقرير الطبيب الشرعي بيقول انك انت اغتصبتي وانت تحت تأثير مخدر قوي جدا. لو اغتصبك يا رباب صورته واضحة قوي، وان شاء الله لما نوصل له هيكون الخيط في ايدينا لغاية ما يجيب أوله. وقتها بقى هجيبهم قدامك تحكم فيهم زي ما انت عايزة. والهروح بعيد هتسيب حل ربنا اللي أكبر مني ومنك. ونعم بالله يا باشا، هم بقى لما يتعدموا ولا يتشنقوا ولا يغوروا في 60 داهية، أنا عايشة زي يا باشا زي الفل، وهتبقي فوق الكل. اسألك سؤال يا باشا، بس عشان خاطر ربنا ترد عليا باللي انت حاسس بيه بجد. اسألي يا رباب وانا مش هكدب عليكي. لو النصيب يا باشا جه معاك بواحدة مرت بنفس الظروف اللي انا مريت بيها، هتقدر تتجوزها تحط ايدك في ايدها وتمشي بين الناس راسك مرفوع وانت عارف إن الناس بتبص لها كانوا يعني شايفينها متصورة مع واحد تاني؟ انتي سألت سؤال انا كنت هجاوب عليه كمان شوية وقدام عمتك اهو، عشان ما تقوليش بس ان انا بشتغلك يعني زي ما قلتها لي في الاسم. فاكرة انا ما حدش بيملي عليا اي قرار يا رباب، ولا بعمل ده بدافع الشفقة او العطف والكلام العبيط ده. كل اللي عايز اقوله لك ان انا يعني لما ربنا يكرمنا ان شاء الله ونوصل للحقيقه اللي انا حاسس انها قريبه قوي، ساعتها هروح لعمتك واسالها سؤال، اقول لها قولي لها تقدر تتجوز ظابط تخين زيي ولا لا. الشرف انك مربيه بنت زي دي.